إلى بيت لحم حيث مراسلنا رائد الشريف. رائد، هذه هي الجمعة الثالثة من يعني الجمعة الثالثة من رمضان في المسجد الأقصى، كيف تلاحظ توافد المواطنين لأداء صلاة الجمعة ومن الإجراءات التي اتخذتها قوات الاحتلال هناك؟ نعم رويدة، الصور تتحدث عن نفسها، آلاف مؤلفة من أبناء الشعب الفلسطيني وتحديدا من جنوب الضفة الغربية من مدينتي الخليل وبيت لحم وكذلك من المدن المحيطة والقريبة، وأقصد هنا البلدات والمخيمات الفلسطينية، يتوافدون منذ ساعات الفجر إلى حاجز 300 كما يطلق عليه إسرائيليا أو حاجز بيت لحم الشمالي للدخول إلى مدينة القدس المحتلة وبالأحرى إلى المسجد الأقصى المبارك. هناك إجراءات أمنية عسكرية إسرائيلية مشددة، أي أنه يسمح للفلسطينيين فوق 40 عاما بالدخول، هذا بالنسبة للرجال، أما النساء هناك مدخل آخر أيضا في المنطقة الشمالية للنساء وللأطفال دون سن 12 عاما. الآن الصور أمامكم رويدة تظهر الأعداد الكبيرة من المواطنين الفلسطينيين الذين قدموا منذ ساعات الصباح. طبعا هناك قوة عسكرية إسرائيلية كبيرة في المنطقة الداخلية لحاجز بيت لحم الشمالي تقوم بفحص الهويات، أي 40 عاما إلا يوم يتم إرجاعه من هذه المنطقة ويمنع عليه دخول مدينة القدس المحتلة، بالإضافة إلى بعض الإجراءات التي تحدثنا عنها سابقا على طبعا الفلسطينيين الذين منعوا أمنيا مغادرة هذا المكان وألا يعودوا إلى مدينة القدس المحتلة حتى وإن فاقت أعمارهم 40 عاما. هناك من فاق عمره 50 60، وتلاحظون في هذه اللحظات كبار السن وكذلك يعني من جاءوا منذ ساعات الصباح ينتظرون هنا أمام المدخل الشمالي لمدينة بيت لحم. هناك يعني كما تحدثت إجراءات عسكرية إسرائيلية كبيرة تفرضها على المواطنين الفلسطينيين وتضييقات كبيرة، وهذه الجمعة الثالثة ربما نتحدث عن الأعداد الأكبر وستكون مضاعفة، وهذا ما ستظهره الأرقام خلال الساعات القادمة لدخول المصلين الفلسطينيين إلى المسجد الأقصى المبارك. الآن يعني عدد من الفلسطينيين رويدة يكبرون ويهللون، ربما تتابعون وتستمعون يعني في خلفية الصوت، وهناك أيضا تحت قوة السلاح جنود حرس الحدود الذين يدققون في هويات المواطنين الفلسطينيين. ولو تحدثنا عن الأزمة الخانقة والازدحام المروري للسيارات الفلسطينية التي تصطف على أرصفة الشوارع في مدينة بيت لحم وصلت إلى مسافات طويلة، وهناك أيضا انتشار شرطي للأجهزة الأمنية الفلسطينية لمحاولة تأمين المواطنين الفلسطينيين الوصول إلى هذه المنطقة، لكن بنفس الوقت عند هذا المكان هي السيطرة لجيش الاحتلال الإسرائيلي لطبعا التحكم بالفلسطينيين. وربما يعني الصور الآن رويدة هي أكبر برهان ودليل على ما نتحدث به وعن هذه الإجراءات يعني المشددة، وهنا يعني نتابع هذه التكبيرات رويدة. رائد ابقى معنا.